والزاني والزاني الزانية 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 والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قد شغفا حبا قد شغفا حبا قد شغفا حبا 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 حبا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الرب من العباد حسبنا الرب من العباد حسبنا الرب من العباد حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الجبار من المتجبر حسبنا الله من كل حاسد وحاسدة حسبنا الله من كل ساحر وساحرة حسبنا الله من كل ساحر وساحرة حسبنا الله من كل عاشق وعاشقة من كل عاشق من كل عاشق وعاشقة من كل عاشق وعاشقة من كل عاشق من كل عاشق وعاشقة من كل عاشق وعاشقة من كل عاشق وعاشقة من كل عاشق وعاشقة. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. الله أكبر على كل عاشق وعاشقة الله أكبر على كل عاشق وعاشقة الله أكبر على كل عاشق وعاشقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل خادم عين الله أكبر على كل خادم عين الله أكبر على كل خادم حسد الله أكبر على كل خادم حسد الله أكبر على كل خادم سحر الله أكبر على كل خادم سحر الله أكبر على كل خادم سحر الله أكبر على كل جن الله أكبر على كل خادم سحر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل خادم سحر الله أكبر على كل خادم جيبوه قال لك جيبوهم الشيخ توي عالجهم جيب توي اي جيبوهم تريح تقرا عليهم جيبوهم جيبهم يسال تقرا عليهم جيبه خلي تقرا يقرا عليها حطها خد حطها خد كمل 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 حطها خد غطيها بركه غطيها جيب حاجة غطوها حاجة غطيها 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 اعطيني حاجة تغطى سي عبد الرزاق اسمع خليه 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 هكا الناس تخاف ينجم يتعدل جن نجم خاطر جن في تعدل وتدخل بعضها لنا وتكسر خاطر حاجات مش محصنة شنو نعمل كل شيء عند الدم لازم نشوفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن اسمع الله ماذا تريد الرشد ماذا تريد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد سين أحمد أحمد فيخك هاو فيخك هاو. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات بسم الله ماذا تريد من هذا الجسد ماذا تريد أيله مع الله أيله مع الله أيله مع الله أيله مع الله قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا أيله مع الله أيله مع الله أيله مع الله أيله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله إله مع الله إله مع الله.
ماذا تريد من هذا الجسد؟ ماذا تريد من هذا الجسد؟ ماذا تريد من هذا الجسد؟ أإله مع الله؟ 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 والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا 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 فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا 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 فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد 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 إن إلهكم 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 لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون 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 من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب ودحورا ولهم عذاب 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 دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب أإله مع الله أإله مع الله إلههم مع الله إلههم مع الله إلههم مع الله إلههم مع الله مع الله مع الله مع الله مع الله إلههم مع الله إلههم مع الله وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها تراود فتاها عن نفسه قد شغف حبا 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 قد شغف 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 حبا تحبونهم ولا يحبونكم 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 الله أكبر 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 على كل عاشق وعاشقة عاشقة العورات عاشقة العورات جني عاشقة أنت عاشقة تريدين تعشقين هذا الجسد تعشقين هذا الجسد أإله مع الله تعقين هذا الجسد تعشقين هذا الجسد تريدين هذا الجسد تريدين هذا الجسد أنت جني عاشقة تريدين الشهوات؟ ألا تعلمين أن هذا حرام؟ ألا تعلمين أن هذا حرام؟ ألا تعلمين أن هذا ظلم؟ وأن الظلم ظلمات يوم القيامة؟ ما لكم لا تنطقون؟ أإله مع الله؟ 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 تريدين هذا الجسد؟ تريدين هذا الجسد؟ دخولك إلى هذا الجسد حرام، اتق الله، اتق الله، اخرجي طاعة لله، هيا اجمعي نفسك الساق اليسرى. اجمعي نفسك ساق اليسرى اجمعي نفسك ساق اليسرى طاعة لله اجمعي نفسك ساق اليسرى هيا اجمعي نفسك قولي عاهدت الله 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 قولي تبت إلى الله تبت إلى الله قولي عاهدت الله عاهدت الله عاهدت الله عاهدت الله
الله قولي عاهدت الله عاهدت الله عاهدت الله قولي عاهدت الله عاهدت الله عاهدت الله قولي عاهدت الله قولي عاهدت الله قولي عاهدت الله إن هذا ظلم وإن الظلم ظلمات يوم القيامة ستقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيبا هيا اخرجي طاعة الله قولي السلام عليكم اخرجي وبالحق نزل 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 وبالحق 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 نزل يا شويمة خاطر انا نزلت رضوين شويمة ما تخافوش سي ما تخافش ما تخافش رضوين شو اسمه رضوين تخافش بسم الله رضوين بسم الله بسم الله بسم الله هاي رضوي رضوي لاباس لاباس متخافش لاباس لاباس عندما لا تجد أحدا يستمع إليك نحن نصغي إليك نفتح لك باب الأمل ونوافذ المستقبل على رقم 85-030 مع إضافة أمكا ثم ترك فارغ أو على الموزع الصوتي 88-40-20-90 للاعتراف بجميل للالتقاء ببعيد للاعتراف بخطأ للتصريح بمشاعر للقاء شخص عزيز عليكم للبحث عن الحقيقة ونشر قيم التسامح والتصالح للتدخل لفائدتكم في حل مشاكلكم للتواصل معنا ابعث سمس على الرقم 85-030 مع إضافة أمكا ثم ترك فارغ أو على الموزع الصوتي 88-40-20-90 إذن كنتوا تشاهدوا الصور لأول مرة على شاشة تلفزيون حنا بعل بهذه الطريقة ربما نحن عدينا صور من هذا النوع ولكن اليوم تفاجأنا بعديد الأشياء اليوم كانت صورة ربما ما نعرفش خوفت برشا ناس لكن هذا راهو شيء موجود في حياتنا والأخوة اللي ريتوهم واللي عانوا شوية من هذا الاضطراب تم إسعافهم ولباس والحمد لله هم موجودين قاعدين يخزروا لي وكأن شيئا لم يكن لكن السؤال المطروح وأكيد السادة المشاهدين يطرحوا في السؤال أنا نحب نسأل الشيخ محمد شو اللي حصل بالضبط باش هذه الفوضى في البلاتو اللي صارت كنا مع يسرى ولكن صارت تداعيات أخرى لعديد الأشخاص سؤالي تفسيرك أنت من عارش من نظرتك أنت أو من تجربتك أنت هو سماع القرآن إذا كان إنسان مصاب بعين أو بمس أو بسحر بمجرد سماع آيات على السحر أو العين مجرد سماع القرآن فيتأثر يعني شيخ خليني نحوصل باش السادة المشاهدين ربما يختلط عليهم الأمر أنه رأوا سماع القرآن ينجم يكون إذا صار الشيء الاضطراب ذكره بعين وربما مش بسح مش كل إنسان يدوخ معناها ما يرمي صحور لا بأس إن شاء الله بالعكس كلام الله سبحانه وتعالى هو فيه خير هو فيه خير حتى في الحالة ذيك فيه خير لأنه إذا كان إنسان هذا لما سمع عنده مس مثال وتصرع وكل شيء فإن الجن ما ينجمش يسمع القرآن فقوي عليه القرآن فيك تصرع مش يعني كي هو قرب القرآن يعني الشفاء قرب بإذن الله فهذا خير هذا خير يعني إذا صارت هذه الحالة يعني هناك خير وليس شر خلينا نبدأ واضحين السادة المشاهدين اللي تسمعوا فيه أول شيء كما قلت أنت مش كل إنسان ساعات واحد توا سمع القرآن لما حالا ما قلتش سمع القرآن يحس بوجهة في راسه ولا تلميل ولا ضيق في صدره هذه تدل على العين يعني حاجة عادية هذه تدل رأي على العين كما يقول الشيخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضاء وقدر من العين واضح يعني العين مش ما تصيرش مش نصر كل يعني سحر لكن شنو قوة الجن في استحمال للقرآن إذا واحد صرع يعني القرآن قوي عليه بإذن الله فهو خير ليه واضح وإنسان ما يخافش إن ربي سبحانه قال إن كيد الشيطان كان ضعيف إنسان بسلاح القرآن بسلاح الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبقربه من الله
هو السلاح الوحيد اللي بعد حتى الشياطين بيقدر حتى الشيطان كيف يمس إنسان وهو في حماية الله الواحد الديان سبحانه الحمد لله. فالإنسان السلاح باش إنسان يبعد من أشياء ذي هو قرب من الله ما يلتجئش للعرافة والدجال دائما القرآن هو القرآن ربي قال ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين والله في حالات أكثر من كي يعني في حالات والله العظيم يعني لما قد يكون إنسان لم يرى أو المرأة هذه يمكن حاجة عادية هي قالت يمكن حاجة عادية قال ردت الذوافر والله العظيم في أشياء أكثر من هذه لما يغزل الإنسان ما يصدقش يقول هذا مستحيل وما ينكر المحسوس إلا الملموس إلا إنسان كي يرى بعينه يعني فهمت لكن الله هذه دليل الإنسان يزم يقرب من الله سبحانه وتعالى إنه شفاء بيد الله وإنسان إذا يحب يحمي نفسه فلازم يقرب من الله ويقرب من طاعة الله ويلتزم بأوامر الله ويبتعد عن ما نهى الله سبحانه الله تعالى واضح شيخنا محمد لكن نحب أيضا سؤالي الثاني قبل ما نختم معاك يسرى شنو الحالة متاع يسرى بس إن شاء الله يسرى جي تتعالج تكمل تتعالج عندي بإذن الله كلها أبشر 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 لا لا بس حالتها بإذن الله أبشر الحمد يعني ربي قال أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيت مخاش تصفيقة من الجمهور العريض والكبير إن شاء الله إن شاء الله ترجع لنا يسرى في صحة جيدة وأفضل وإن شاء الله ترجع لزوج أمين يا رب حامد في أقرب وقت إن شاء الله نقول لهم أصبروا هذا ابتلاء من عند الله ومنازل ابتلاء الله بذنب الإنسان لما يكثر الاستغفار يزال الذنب فيزال الابتلاء بإذن الله وما تضيقوش حياتكم كلها على ابتلاء عيش حياة عادي لأن الشيطان يحب يضيق على الإنسان كل شيء في حياته فينظر كان المصيبة الابتلاء بتاعه فتضيق به الحياة لا عيش حياتك عادي واعلم أنه إنسان وقرب من الله إنسان لم يقترب من الله سبحانه وتعالى يقوى إيمانه بالله سبحانه وتعالى وأنا نحب نقولها حاجة لي أهم على هي مشيت الرقات ومشيت الرقات ومشيت الرقات وبقيت حاجة أول حاجة شفاء بيد الله مش باش ندعي إني الشافي شافي إنسان يخلص من الله سبحانه وتعالى ويقرأ آيات بتدبر ويقين ويقوم بالواجب ويتخذ أسباب واتخاذ أسباب ويتوكل على رب الأسباب والله سبحانه الشافي لكن عليهم شت رقات ورقات وبرشة قلت أنت كذا لأن يزم حالة المريض يزم المريض أيضا يحرص على نفسه رأوا الراقي مثل البيت أنت بيت أنت البيت حاط فيها أشياء ثمينة من غير باء وجبتي أنا جبتي أنا كعساس حطيتني في الباء شنو حلوسك أمورك تولي واضحة لكن لما نمشي معارض كل واحد باش يدخل حتى الجن المسلم يدخل فهمتي ولا حتى هذا فهي لازم تتحسن حتى لما يخرج الجن ما يكتفيش انسان تو انسان الجن يقول نحن يعشق يعني في الدنيا يبقى ياسر انسان كي باش تخرجوا مثلا من دار بامور قانونيه بقوه بكل شيء لما يخرج مش بسهل باش يترك لك المنزل هذاك المسكن نتاعو باش يرجع يحب فالانسان الراقي مش ديما باش يحصنك لازم هي بعدين تحصن نفسها وتحافظ على الصلاه باش الشيطان والجن ماش يرجع لها وشكرا الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. إذن شكر جزيل الشيخ محمد وأيضا الشيخ أحمد أحد مساعديه وأيضا شكر جزيل إلى حامد زوج يسرى والشكر الكبير إلى يسرى إن شاء الله ترجع لنا في فورمة وأفضل من هكا تحية كبرى لكم الكل يعطيكم الصحة أذهب إلى فاصل ثم أعود إلى فاصل